المهور داخل. إذن مشاهدين متابعين الكرام، انطلق الشوط الثالث المخصص لخيل الانتاج عمر 3 سنوات، شوط مفتوح الدرجات من علامة 1800 متر، منافسة ممتعة. إذن نشاهد التقدم للصدارة للمركز الأول على ما يبدو من سواحة الاحتياطي الذي تمكن من المشاركة، يقود الصدارة في هذا الشوط، فيما نشاهد روهان يلاحق وكذلك صلد يحاول التقدم، فيما أبو مهلة أحد الأسماء المرشحة في المركز السادس ينتظر، مع كذلك كاويهم الذي ينتظر في المركز السابع. والتقدم الآن ما بين أحرى، وكذلك نشاهد هنا المحاولات من للتقدم من قبل سواحة على صدارة هذا الشوط. لا زالت الصدارة غير متضحة المعالم حتى الآن، إلا أن أحرى وكذلك روهان يتقدم الآن روهان إلى المركز الأول في متابعة من صلدم، فيما أشاهد كذلك لويس موراليس يستحث أبو مهل أحد الأسماء المرشحة في هذا الشوط، وأشاهد المهر الأزرق قادم من الخارج بعيد شبوح على ما يبدو يحاول التقدم، كذلك هو الآخر أبو مهل يتقدم مع اقتراب الخيل للمنعطف الأخير. راموس يستحث عناية الحكم في آخر المراكز للتقدم، الخط المستقيم ابن النجم الثاني ثاقب يتقدم في محاولات من الدخول لصلدم وكاويهم، الاسطبل البحر الاحمر بجوار السياج وحاول التقدم، منافسه ممتعه لا زالت محسومه حتى الان، غير محسومه غير محسومه. روهان يتقدم إلى الصدارة والمركز الأول، ابن النجم الثاقب يضيف الانتصار الثاني في سجله السباقي بكل تميز، ألف مبروك.